رمضان كريم، كل سنة وحضراتكم بألف صحة وخير وسعادة. في رمضان طبعا كنت نجمة عدد كبير من المسلسلات، احنا شخصيا على قناة الشرقية عرضنا لك اكتر من مسلسل، حاجات كتير بتتعرض الحمد لله على الشرقية. انا طول عمري كنت براهن على سيزون اللي قبل رمضان من زمان. رمضان كان مزيكة ليالي الحلمية في كل البيوت. برضو موجود في رمضان ما شاء الله، مع اني مش قصدي والله. اختاريت فانوس محمد صلاح ولا لسه؟ محمد صلاح في قلبنا. مين اول حد حريصة انك انت تجيبي له الفانوس؟ طبعا جمانة. جنتك الجميل. طبعا 14 فانوس بقى دلوقتي، احد كامل 14 ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يجعل ايامكم كلها حب وسعادة وسلام. سنة طيبين، ويا رب تبقى رمضان كريم علينا جميعا. شهر الكريم عاد علينا بخير ان شاء الله. رمضان كريم اكيد. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يعيدوا عليكم بالصحة والسلامة. بموت فيكم. اقول لجمهوري في العراق انا بحبكم جدا، وجيت العراق قبل كده اهوت مع الزعيم عادل امام. كل سنة وانتم طيبين، سنة سعيدة عليكم، ورمضان مبارك ان شاء الله. مع كل تحياتي.